السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم ألف عافية. واليوم بدنا نحكي في موضوع صغير كثير، المفاهيم. تعريفاتنا ومفاهيمنا تلعب دور كبير في حياتنا. في كثير من المرات الكلمة ليست بمعناها الحرفي ولكن بمفهومها عندك. راح أجيب لكم مثال، بسأل شخص بحكي له ما رأيك بالبحر أو المحيط، فبحكي لي الله يا دكتور المحيط رومانسية، البحر يا هدوء نفسي، البحر حب عشق. بسأل شخص آخر قاعد جنبه نفس العمر نفس السن، ما رأيك بالمحيط أو البحر؟ بحكي لي أعوذ بالله غدر موت غرق قل التنفس. نفس الكلمة لها مفاهيم مختلفة، المفاهيم ثم المفاهيم ثم المفاهيم. حتى نختصر، الرجولة للي بيقعدوا بيضلوا يشتكوا ما ضل في رجولة ما ضل في رجولة. يا ستي ماشي، بدنا نحكي انه اوكي ما ضلش رجولة، عم تربي ابنك على الرجولة، ما مفهوم الرجولة. علموا اولادكم ما معنى كلمة رجولة حتى لا يعتقد الطفل خطأ ان الرجولة هي شوارب ولحية وعضلات وقوامة وهي هي الرجولة. لا، ليست هذه الرجولة. المفاهيم في كل شيء في حياتي أنا لازم أضع دائما مفاهيم. اليوم رح نحكي في مفهوم الرجولة. الرجولة هي عبارة عن كلمة رجولة، الحرف الراء رحمة، حرف الجيم جسارة، حرف الواو وضوح، حرف اللام لطافة، حرف الهاء هيبة. منعيدهم مرة تانية قبل ما نبلش نشرحهم. الراء رحمة، الجيم جسارة، الواو وضوح، اللام لطافة، والهاء هيبة. كثير مهم هذا المفهوم يكون عند معظم الناس. خلوا هالفيديو يوصل للأمهات، ما بيهمني كثير الرجال يشوفوه، لأنه أنا عارف أنه الناس اللي بتتابعني يعني بشكل عام كل شخص برجل هو يفهم هذا الكلام تماماً، لكن نحن هدفنا الأجيال القادمة حتى يطلع عنا جيل. لا نضل نحكي نحن في مجتمع شرقي ذكوري وكل هالكلام الفاضي. الأم هي التي تربي يا سيدتي، أنت التي تربي. يعني أذكركم بشيء بسيط جدا، الرسول عليه الصلاة والسلام يتيم ووالده توفى قبل أن يولد، قبل أن يولد الرسول مات والده. سيدنا عيسى أنتم عارفين تماما، إجا عن ستنا مريم. سيدنا موسى لم يرد في القرآن الكريم أي ذكر لوالده، كل الكلام كان عن أمه، إن رادوه إليك فإن خفت عليه فألقيه في اليم، كل الكلام عن أمه. حدا سأل حاله سؤال وين كان أبوه في القرآن الكريم؟ مش علينا. المهم ربوا أولادكم سواء كنت أب ولا أم، إنه هاي هي الرجولة. أولا رحمة، الرجل بطبعه رح ينولد في صفات جسمانية قوية. عادة من يرحم؟ دائما القوي هو من يرحم الضعيف. فإذا كان هو عرف أنه أنا عندي رحمة، كل إنسان يرحم قوي، كل إنسان يرحم قوي. يعني صفات القوة في الرحمة، صفات القوة مش بالضرب مش بالصوت العالي مش بالعضلات، القوة رحمة. لأنه لا يمكن إنسان ضعيف يرحم كبير يرحم إنسان قوي، دائما القوي هو من يرحم الضعيف. فعلموا أولادكم أن يكون عندهم رحمة، علموهم يرحموا أخواتهم، علموهم يرحموا إخوانهم، علموهم دائما أن صفة الرحمة هي من أعلى وأكثر الصفات التي تدل على القوة. إذن أول شيء الراء رحمة. حرف الجيم جسارة، كلمة جسارة أكبر شوي من كلمة شجاعة وأكبر شوي من كلمة إقدام، هي مجموع. الشخص الجسور هو الشخص الشجاع والمقدام اللي بتقدم. حتى في اللغة العربية بيقول يعني كان في أرض المعركة كان جسورا، جسورا يعني حارب وكان شجاع وكمل وإقدام وتقدم وجرأة. علموا أولادكم أنه حرف الجيم في الرجولة هي جسارة، الجسارة الجسارة. علموهم شو يعني كلمة جسارة، كيف الإنسان يكون جسور، كيف الإنسان الجسور يقع على الأرض لكن بيرجع مرة ثانية يقف على قدميه ويكمل الطريق في الحياة. لأن الحياة عبارة عن معركة طويلة، ممكن تكون قصيرة ممكن تكون طويلة، لكن بكل الحالات هي رحلة قصيرة. من العيب من العار أن تموت جبانا. خليك دائما جسور مقدم في شغلك في علاقاتك، في قدرتك على مسامحة زوجتك والتعامل معها، في قدرتك على مسامحة من يخطئ بحقك.
الجسارة، لا تخلي الناس تكسر أجنحتك، تستطيع أن تحلق، لا تخلي حد يحبطك ويحكي لك إنك أنت فاشل، خليك جسور. الحرف اللي بعده حرف الواو، وضوح. الرجل لا يلف ولا يدور، الرجل دائما واضح. والوضوح هنا بيتكلم عن قسمين مهمين. أولا الرجل بيكون واضح في أهدافه، ما بصير يكون شخص يحكي عن حاله رجل وهو مش عارف وين رايح ولا وين جاي وما عنده أهداف. إذن أول شيء في وضوح بالرؤية عنده. ثانيا هو واضح في تعاملاته مع الناس، لا يمكن يكون رجل ويكون كذاب وغشاش ومخادع وبيلف وبيدور وبيخدع النساء وبيسمع الناس كلام بس كما يريدون أن يسمعوا. بالعكس الرجل هو شخص واضح. النقطة اللي بعدها حرف اللام، اللطافة. مع كل صفات القوة اللي بتجي للرجل سواء كان من الصفات الجسمانية أو ما أجمل أن يكون الرجل، ولا تكتمل الرجولة إلا باللطافة. هو شخص لطيف، هو شخص حتى نحن ما نقول إنه في جسور 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 ومقدم، بس يكون لا قدر الله وقح أو يكون غليظ. ربنا بيحكي في القرآن للرسول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لذلك اللطافة، اللطف. لازم يكون الشخص اللي بده يعتبر حاله عنده صفة اسمها الرجولة يجب أن يكون لطيفا، تعامل يكون فيه لطافة، ودائما اللطافة توصل الرسالة وبتخلي الإنسان اللي أمامك ينظر إليك على إنك قوي وليس ضعيف. اللطيف هو إنسان قوي جدا 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 وليس ضعيف، خصوصا عندما يكون رجل. آخر شيء حرف الهاء، هيبة. الهيبة، لازم يكون الرجل عنده هيبة. علموا أولادكم يكون عندهم هيبة. كلمة هيبة شو معناها؟ الهيبة هو إنسان عندما تنظر إليه تحس إنه هذا الإنسان واثق من نفسه، عنده ثقة هيك في نفسه، معتد بآرائه من غير غرور. والهيبة كيف تظهر على الإنسان؟ بلغة أهم من لغة الكلام، لغة الجسد. بالعكس الشخص اللي عنده هيبة كلامه قليل لكن فعله أكثر. علموا أولادكم إنه الرجولة هي هيبة، هذه هي الرجولة. الدنيا كلياتها عبارة عن مفاهيم. يا حسرتاه على قوم لم يضعوا لأنفسهم مفاهيم في أي شيء. نحن عندنا مشكلة في عالمنا، ضاعت المفاهيم. والله العظيم، والله الذي لا إله إلا هو، عيني بحلف يمين سأحاسب عليه أمام الله. والله الناس لما معظم الناس عندما تتزوج والله ما عندهم مفهوم عن الزواج، ولا عندهم مفهوم عن الحب، ولا عندهم مفهوم عن الرجولة ولا الأنوثة ولا كلياتها عبارة، مفاهيمنا كلياتها مستوردة. بنحضر فيلم سينمائي، بنسمع أغنية، بصير عندنا مفهوم معين عن شيء معين. يا عمي هذا هو الحب، عيناك وتبغي وكحولي والكاس العاشر أعماني، هاي أغنية تغنى والناس بتحبها وسلام أحلاها. إنسان عم بغني ما بدنا ندخل في هالمواضيع. اهتموا بمفاهيمكم. الرجولة هي رحمة، الرجولة هي جسارة، الرجولة هي وضوح، الرجولة هي لطافة، والرجولة هي هيبة. هذا الفيديو يصل إن شاء الله لكل أم. أنا نشوف مركز على الأمهات، أمك ثم أمك ثم أمك. لكل أم حابة تربي طفل يطلع في يوم الأيام رجل وليس ذكر. ما بدنا ذكور، خلص بكفي، بدنا رجولة. نتمنى لكم التوفيق والنجاح. مدرسة الحياة عنا ضغط رهيب على التسجيل. طيب أوقفنا باب التسجيل الشهر الماضي، لكن من كثر الضغط فتحنا مجموعة جديدة، لكن المجموعة الجديدة ستبدأ في أول السنة الجديدة، يعني نهاية هذا الشهر. فحياكم الله. للناس اللي بتحكي لي: دكتور راحت علينا ولا ما راحت علينا؟ لا ما راحت عليكم، نحن عنا مجموعة جديدة إن شاء الله مدرسة الحياة. وشكرا لكل اللي سجلوا، عنا ضغط كثير في التسجيل. أيضا موضوع تأهيل العلاقات الزوجية الناجحة، برضو نحن فتحنا كمان مجموعة جديدة للي حابب يسجل. كل تفاصيل التسجيل موجودة، وإن شاء الله سنأتيكم بكل جديد. يعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.